بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ومن جوار الكعبة المشرفة ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 41 بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم السادس ليلة السابع من شهر ربيع الأول 45,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستكثرين في ليلتنا هذه في بقعتنا المباركة هذه وفي هذا المجلس المبارك من صلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. عليك صلاة الله ما هل وابل وما سكبت عين وسالت دموعها وما كثرت في الخافقين وما كبرت في الخافقين مآذن وما هب للذكر الجميل جموعها صلى الله عليه وآله وسلم. نستأنف الليلة في مجلسنا فصلاً عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان باب عظيم من أبواب الهدي النبوي، وهو المتعلق بخصال الفطرة، ولعلنا نتدارس فيه المجالس ذوات العدد إن شاء الله تعالى لما تضمنه الفصل من أمور عظيمة من خصال الفطرة التي جاء بها الإسلام وقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه النبوي قولاً وفعلاً. أبواب عظيمة من الحياة لا يستغني عنها عبد، كيف لا، وهي من أصول الفطرة التي خلق الآدمي عليها. فاجعلوا مجلسكم يا كرام عامراً بالبركة والخير بكثرة ذكركم لله وصلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها. الفطرة والجبلة بمعنى واحد هي أصل الخلقة التي خلق الإنسان عليها. لما خلقنا الله يا بني آدم خلقنا على أصل عظيم يستوي فيه كل البشر من حيث إنهم بشر، فهي أصول الخلقة الآدمية التي خلق الله تعالى الإنسان عليها، وتسمى الفطرة وتسمى الجبلة، وهي ذات أصل وفروع لا انتهاء لها. أما أصل الفطرة فتوحيد الله والإقرار له بالعبودية والاعتراف له بالحق العظيم، إفراده وتوحيده لا شريك له عبادة وقصدا ودعاء وطلبا، هي الفطرة التي هدي إليها النبي عليه الصلاة والسلام. الفطرة النقية هي أخص خصائص الأمة المحمدية. في حديث الترمذي الذي أخرجه رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى قال: فنعته فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوء. قال: ولقيت عيسى إلى أن قال: وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت. قال: فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: هديت للفطرة أو أصبت الفطرة؟
أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل الفطرة توحيد الله، ولهذا قال الحق سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أرأيت أمم الكفر والشرك والضلال والبشرية التائهة وتلك الجموع المنحرفة عن التوحيد الكافرة بالله عز وجل على أي ملة ودين ضلوا به عن الحق؟ كل أولئك أصل فطرتهم توحيد الله عز وجل التي خلق الله الناس عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما أصل التوحيد ففي قلب كل ابن آدم، عربي وعجمي، أبيض أو أسود، بكل دين وجنس ولون مختلف، خلقوا أصلا على الفطرة. إنما انحرفت بهم الشياطين وموروث الآباء وتربيتهم وانحرافهم بأولادهم، هذا أصل الفطرة. وهذه الآيات والأحاديث التي بيّنت أصل الفطرة بيّنت أن الطبع السوي والجبلة المستقيمة التي خلق الله الناس عليها تقتضي الاستقامة على تلك الفطرة. ثم ماذا؟ جاء الإسلام فأكمل هذا الأصل العظيم في الفطرة السوية المستقيمة بكثير من الخصال والأخلاق والآداب التي تستوي مع فطرة الإنسان. خصال الفطرة أو آداب الفطرة التي جاءت في عدد من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط. والحديث في الصحيحين. فخمسة أمور، خمس خصال، هي من الفطرة، بمعنى أن الله خلق الآدمية في طبيعته السوية وخلقته المعتدلة على هذه الخصال، فإن حافظ عليها فهو على الفطرة، وإن لم يحافظ عليها فانتبهوا إنه منتكس الفطرة، مخالف لما خلق الله الإنسان عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها بأوسع من هذا العدد، كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم. والمقصود بغسل البراجم العقد التي تأتي في ظهر الأصابع، فإنها تسمى براجم، ويغسلها المسلم كل يوم في وضوئه مرات ومرات. وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال مصعب أحد رواة الحديث عند مسلم في السند: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذه الخصال يا كرام خصال فطرة، والعناية بها من سنن الفطرة وآدابها. فإذا اعتنى بها الإنسان من حيث هو إنسان، مسلما كان أو كافرا، فهو على الفطرة، وإن أخل بها فهو مخل بالفطرة مسلما كان أو كافرا. وإنما الأليق بالمسلم الذي هداه الله لأصل الفطرة العظيم وهو توحيد الله، الذي اعتنى بأصل الفطرة أن يكون بفروعها أولى من حيث الاعتناء. فمن هداه الله إلى الدين الحق وإلى العقيدة السوية وإلى توحيد الله هو أولى البشرية بأن يكون بخصال الفطرة معتنية، وأن يكون بآدابها قائمة، وأن يكون على سننها محافظة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدلنا فقط بقوله الفطرة خمس أو عشر من الفطرة، لا، بل فعلها ورويت عنه وحثنا عليها. كل خصلة من هذه الخصال جاءت فيها المناقب وجاء الحث عليها، لا السواك ولا إعفاء اللحية ولا الوضوء ولا العناية أيضا بالنظافة، نتف الآباط وحلق العانة، وكل الخصال جاء الحث عليه والترغيب فيه. هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان ما يتعلق بهذه الخصال من الفطرة مما يتصل منها بصنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما حفظ عنه فيها من روايات ذكرت في سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: قد سبق الخلاف هل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مختونا أو ختنته الملائكة يوم شق صدره الأول أو ختنه جده عبد المطلب. تقدم هذا في صدر الكتاب في فصل عقده المصنف رحمه الله بقوله: فصل في ختانه صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الختان؟ لأنه من خصال الفطرة. والسؤال: أكان نبينا عليه الصلاة والسلام مختونا؟ الجواب نعم، وإنما الخلاف في كيفية ختنه على ثلاثة أقوال أوردها المصنف رحمه الله هناك، فاستغنى عن ذكر الخلاف هنا وأحال إليه، فمن شاء رجع إلى موضعه في مطلع الكتاب. وثلاثة الأقوال: أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، وهذا كما قال المصنف رحمه الله ليس فيه حديث ثابت يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن ثبت صحة رواية بهذا الأمر فليس فيه خصوصية. قال رحمه الله: لأن كثيرا من الناس يولد مختونا، فلا يعد هذا أمرا عجيبا أو فريدا أو معجزة اتصلت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني الأقوال أن الملائكة ختنته يوم شق صدره الأول، وحادثة شق الصدر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة في أكثر من رواية، والجمع بينها يقتضي أنها حادثة تكررت، قيل مرتين وقيل ثلاث مرات. أما أشهرها فحادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم يوم كان طفلا مسترضعا في ديار بني سعد، إذ أتاه ملكان فأخذاه فأضجعاه، وكانت حادثة شق الصدر وغسله بماء زمزم وإعادته فالتأم حتى عاد إلى أمه حليمة فخافت عليه فردته إلى أمه آمنة. والحادثة الأخرى التي كانت قبيل حادثة الإسراء، إذ أتاه ملكان ففرج عن سقف بيته فجلس إليه وهو نائم عليه الصلاة والسلام، وحدثت أيضا حادثة شق الصدر وغسله بماء زمزم وانتزاع مضغة أو حظ الشيطان منه وإعادته فالتأم، ثم كانت حادثة الإسراء والمعراج. قيل كانت حادثة الشق الثانية تمهيدا وإرهاصا لما سيلقاه من أمر عظيم في حادثة الإسراء والمعراج والبلوغ إلى تلك المراتب العلى. وأراد المصنف رحمه الله تحديد الحادثة بقوله يوم شق صدره الأول، يعني لما كان في بني سعد عند أمه حليمة السعدية. قيل إن الملائكة عليها السلام لما نزلت بشق صدره وغسله بماء زمزم تولت ختانه في ذلك اليوم، ولا يثبت بذلك أيضا رواية صحيحة. ثالث الأقوال أن الذي ختنه جده عبد المطلب. لماذا جده وليس أبوه؟ نعم، لأنه ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، والذي تولى أمره جده عبد المطلب منذ ولادته، يعني أنه فعل به كما تفعل العرب بأولادها، فإذا جاءهم الولد اعتنوا به فتولى أبوه أو جده أو من يقوم مقامهم العناية به، ومن جملة ذلك العناية بختان الذكور، فالذي ختنه جده عبد المطلب. والمصنف رحمه الله مال إلى هذا باعتبار عدم ما يدل على القولين الأولين، وأنه مما استنت به العرب وجرت على عادتها، وفي الجملة فليس على واحد من الأقوال الثلاثة دليل على صنعة المحدثين برواية ذات سند يمكن يكون التعويل عليها، واكتفى بالأصل أنه ما جرت به عادة العرب العناية بالختان. فهذا موضوع الختان، وهو من أوائل خصال الفطرة صدر به المصنف الفصل رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. هذا أيضا من الفطرة التيمن، والمقصود به استعمال اليمنى يدا أو رجلا فيما هو من باب المكارم والمروءات والعناية بالفضائل.
في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، يعني التنعل استعمال النعال، فهل المقصود لبسه أو خلعه؟ لأن اللبس، فإذا لبس ابتدأ بالقدم اليمنى، وإذا خلع ابتدأ باليسرى. إذا لبس القميص أو الثوب ذي الأكمام، فإذا ابتدأ باليمنى فأدخل يده اليمنى، وإذا خلع ابتدأ باليسرى. وقل مثل ذلك في هذا الباب، كان يعجبه التيمم في تنعوله، يعني في لبسه النعل، وفي ترجله، والمقصود بالترجل تسريح الشعر. فما المقصود بالتيمم فيه؟ البدء بالشق الأيمن من الرأس في تسريح الشعر، ثم الانتقال إلى الشق الأيسر. قالت وفي طهوره، والمقصود به الوضوء والغسل. فإن الوضوء السنة فيه البدء بالميامن يدا أو رجلا، فإذا غسل كفيه وانتقل إلى الوجه واليدين ابتدأ باليمنى قبل اليسرى، وفي الرجلين كذلك. والغسل كذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أفاض على رأسه الماء بدأ بشقه الأيمن فاعتنى به فغسله، ثم انتقل إلى الشق الأيسر. واليوم كلنا يسعه هذا، حتى مع وجود الأدوات والحمامات أكرمكم الله، وإذا كانوا سابقا يغسلون أو يغتسلون بالماعون أو المغراف أو المد أو بالاغتراف باليد فيبدأ بشقه الأيمن، واليوم قامت الأدوات الحديثة في الحمامات، المراوش والمغاسل والصنابير ومضخات المياه. فإذا أردت أن تطبق السنة وأنت عليها حريص فبوسعك أن تفعل، فتجعل جانبك الأيمن تحت الماء، فإذا غسلته وانتهيت جعلت جانبك الأيسر تحته، وإن استخدمت الإبريق أمكنك ذلك. هي السنة، يعجبه التيمم في تنعوله وترجله وطهوره. قالت وفي شأنه كله، قال المصنف وأخذه وعطائه. فإذا أخذ أخذ باليمين، وإذا أعطى أعطى باليمين عليه الصلاة والسلام. قال وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، فإذا أكل أو شرب كانت اليمنى مستعملة، والعكس باليسرى. قال ويساره لخلائه، يستعمل اليسرى في الخلاء أكرمكم الله، في الاستنجاء، فيغسل بيده اليسرى مكان النجاسة أو يتولى العورة بيده اليسرى. وكذا ما يتعلق أيضا بأمور إزالة الأذى، يزيل نجاسة أو يغسلها أو يستنجي أو يستجمر، كل ذلك يجعلها ليسراه صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة خصال الفطرة، يعني أن العناية بها فوق أنها سنة وفاعلها يؤجر أجر السنة وثواب اتباعها، فإنها استقامة على الفطرة التي خلق الإنسان عليها وبعث نبينا عليه الصلاة والسلام لبيانها. أما اليسرى فتكون لدخول الخلاء مثلا، ولخلع خلع اللباس والحذاء، وعكسها ستكون للميامن كما ذكر رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك. هذا ما يتعلق بحلق الرأس، وهو أيضا من جملة الفطرة. حلق الرأس إما أن يحلق كله أو يترك كله، فما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم؟ الثابت عنه كما هو الشأن أيضا من عادات العرب التي جرت بها هيئاتها ومناظرها والعناية بشعورها، إرسال الشعر وتوفيره. في عدة أحاديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان له شعر وفير يبلغ الوفرة أو اللمة أو الجمة، فربما ضرب شعره صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه، وربما تجاوز إلى منكبيه. وهذا الطول في الشعر كان أيضاً مستعملاً من عادات العرب، ومما تفعله الرجال مألوفاً عندهم معتاداً. فكان لشعره وفرة صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه كثرة. وإذا حلق، حلق رأسه كله. قال المصنف رحمه الله لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك. حلق الرأس بالموسى إنما يكون في نسك عمرة أو حجة، هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
ولا يحفظ عنه أنه كان في المدينة فدعا بالحلاق فحلق رأسه لأجل الحلاقة، والأمر جرى كما تقدم على ما تقرر عند العرب من توفير الشعر وإرساله. قال: ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، بل نهى عليه الصلاة والسلام عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله أحد رواة الحديث: قلت: وما القزع؟ قال فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعرا وهاهنا وهاهنا. قال فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه، قال: حلق وترك شعرة هاهنا وهاهنا وهاهنا. قال لعبيد الله، قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ يعني هذا النهي هو للبالغين ويرخص فيه للصبيان وللجوار الفتيات، يعني الصغار، والعناية بشعورهم واستلطاف مظاهرهم، يعني والعناية بتجميل هيئاتهم بحلق بعض الرأس وترك بعضه. قيل: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال الصبي، لأنه لما فسر قال: إذا حلق الصبي. قيل له: فالجارية مثله؟ قال: لا أدري، إنما قال لنا الصبي. قال عبيد الله وعاودته قال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما. أما القصة يعني مقدم الرأس والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك ناصية، أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. كأنه يصف اليوم ما تراه من حلق الرؤوس على هيئة القزع التي يترك فيها مقدم شعر الرأس وناصيته، وتحلق جوانبه أو يحلق القفا أو يترك وسط الرأس وحده، وأي هيئة يحلق فيها بعض الرأس ويترك بعضه فهو القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة إذن كما في سنن أبي داود أن يحلق الشعر كله أو يترك كله، لأن الحلق على صورة القزع أولا فيه تشويه للهيئة، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود كما في سنن أبي داود. وعلى كل حال، أما وقد ثبت في شريعتنا أمة الإسلام النهي عن القزع، فإن الوقوع فيه مخالفة لما دلت عليه شريعتنا، هذا أولا. فإذا اجتمع مع هذه المخالفة لهذه السنة كونها مخالفة للفطرة، فهذا أبشع فيما وقع فيه الناس اليوم. فإن الواقع في القزع مخالف لأمرين: أولهما الفطرة التي خلق الله الناس عليها، وثانيهما نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه نهى عن القزع. فقولوا لكل شباب المسلمين أو حتى لآبائهم ممن تساهلوا اليوم في مسألة الحلاقة والجريان في التشبه بالقزع، كل ذلك مخالف إما للفطرة وإما لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه الصريح الذي نهى فيه عن القزع. فإذا اجتمع مع هذه المخالفة تشبه ذميم لمشهورين من الفساق والمشهورين بالكفر ومحاربة الله أو الصد عن دينه أو الوقوع في المحرمات والكبائر، كان هذا أقبح وأشد وأشأم. فرويداً شباب الإسلام، ورويداً معشر الآباء والأمهات في التساهل والترخص مع الأبناء في مسألة حلاقة الشعر والوقوع في القزع، فإنها ليست مجرد مظهر وهيئة. هيئة المسلم هويته واعتزازه بدينه مطلب، وأن يكون المسلم حتى في منظره وشكله وهيئته فيه ما يدل على صفاء دينه وسلامة عقيدته واستقامة فطرته، هذا أصل عظيم. والإسلام دين يرفع ذويه ويرفع من شأنهم ويعلي مكانتهم، والعناية بخصال الفطرة أحد المسالك التي رفع بها الإسلام شأن أبنائه وأعزهم ورفع قدرهم. فلا يليق والله بمسلم أن ينزع عنه هذا اللباس الذي أكرمه به الإسلام،
وأن يتخلى عن كرامة رفعه إليها الإسلام بالعناية بخصال الفطرة، والعناية بها استقامة على الفطرة من جهة، وتقرير للهدي النبوي والتزام بشأنه من جهة، وعناية بهوية المسلم واعتزازه بدينه الذي أكرمه الله تعالى به. قال رحمه الله: ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في نسك. ولا يعني هذا المنع من حلاقة رأس الإنسان إلا إذا كان في نسك، فمن طال شعره وأراد أن يحلقه ولم يتيسر له أداء النسك فلا حرج عليه أن يحلق، لكن على الهدي إما بحلقه كله أو تركه كله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك، وكان يكثر التطيب ويحب الطيب. قال رحمه الله في رابع الأمور التي ذكرها في هذا الفصل في الفطرة: كان يحب السواك. تقدم معكم أن السواك من خصال الفطرة في حديثي أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. السواك واستعماله من خصال الفطرة. لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يستاك فحسب، بل كان يحب السواك، وهذه مزية. فالعناية بالسواك تنظيفا للفم والأسنان واللثة واللسان من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكمل به صلى الله عليه وسلم ما اعتنى به من جمال مظهره وحسن هيئته، جمال باطن وظاهر، كما اعتنى بجمال وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، والعناية بترجيل شعره ونظافة ثوبه. كانت العناية أيضا بباطن فمه باستعمال السواك، كان يحب السواك. كيف عرفنا أنه يحب السواك؟ من أدلة كثيرة متعددة، أشهرها استعماله للسواك في عامة الأوقات. وقد قال شريح: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. طيب هو متى يدخل بيته؟ في عامة الأوقات، في الصبح وفي الضحى وقبل الظهر وبعده وبعد العصر وبين المغرب والعشاء وبعد العشاء. فلما سئلت بأي شيء كان يبدأ قالت: بالسواك، والحديث في مسلم. فدل على أنه كان يتعاهد فمه الشريف بالسواك عليه الصلاة والسلام في كل الأوقات، ولا يفعل هذا إلا حبا في السواك وعناية به. كان يستاك مفطرا وصائما، وهو تنبيه على ما يذكره بعض الفقهاء من كراهية استعمال السواك للصائم بعد الزوال. قالوا: فيمسك عن السواك حتى يفطر بعد المغرب. وهذا مرجوح بالنظر إلى عموم الأدلة في استعماله صلى الله عليه وسلم للسواك في عامة الأوقات. وما عللوا به من كراهية استعمال السواك بعد الزوال لأنه يذهب رائحة خلوف فم الصائم، تعليل ضعيف. لأن رائحة خلوف فم الصائم التي جاء فضيلتها أنها أحب عند الله من ريح المسك، أو أطيب عند الله من ريح المسك، لا يزيلها السواك، فإنه أثر رائحة من خلاء المعدة لا من الفم، فالمستاك لا يذهب بسواكه رائحة الخلوف. ولو ثبتت العلة فالسنة الصحيحة الثابتة أولى بالعناية والاعتبار. وأيضا مما يدل على حبه عليه الصلاة والسلام للسواك أنه ختم حياته باستعمال السواك، في دليل صريح على حبه للسواك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحب للسواك دل عليه صنيعه لما حكت بما حكت عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قالت: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته صلى الله عليه وسلم. ماذا تقصد باجتماع ريقه بريقها؟ قصدت السواك. بينت فقالت: دخل علي عبد الرحمن، يعني أخوها، وبيده السواك، قالت: وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
مسند ظهره الشريف إلى صدرها، وهو في آخر سويعاته في وقت الاحتضار، وأنا مسندته. فدخل عبد الرحمن أخوها وفي يده السواك، قالت: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك. عائشة رضي الله عنها تعرف هذا، فلما رأته ينظر إلى عبد الرحمن أخيها والسواك في يده، قالت: وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، أشار برأسه لما أصابه عليه الصلاة والسلام من الكرب الذي تغشاه قبيل ساعات الاحتضار، فإن الكرب عظيم، فأشار برأسه أن نعم. قالت: فتناولته فاشتد عليه، يعني وجد السواك شديدا، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت: فلينته فأمره، وفي بعض الروايات قالت: فأخذته فقضمته وطيبته فدفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستن به. قالت: فما رأيته استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ عليه الصلاة والسلام حتى رفع يده أو أصبعه إلى السماء، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى صلى الله عليه وسلم. فأن تكون عناية نبينا صلى الله عليه وسلم بالسواك إلى آخر لحظات حياته وحتى ساعات الاحتضار، يكفيك هذا دلالة بينة على عظيم حبه للسواك. أميت يحتضر في ساعات الاحتضار يهتم لشيء لا يكون له العناية العظيمة والحب الشديد؟ لا والله، لا يعتني في تلك الساعة أو يهتم إلا بشيء عظيم تعلق به قلبه صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها لفطانتها ولمعرفتها ولقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف ذلك، فعرضت عليه وهيأت له السواك. قال رحمه الله: وكان يستاك عند الانتباه من النوم، يعني عند الاستيقاظ، سواء قام لصلاة الليل في آخره أو قام من نومة الظهر أو القيلولة فإنه يبدأ بالسواك. دل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يغسل فمه أو ينظف أسنانه صلى الله عليه وسلم بالسواك. قالت: وعند الوضوء وعند الصلاة. ودل على ذلك أيضا حديث الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في بعض ألفاظ الحديث مع كل وضوء. فالسنة يا كرام استعمال السواك في كل تلك المواضع، عند القيام من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند دخول المنازل، وعند الخروج، وفي عامة الأوقات، فإن ذلك من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما قالت عائشة: كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وتقدمت الرواية لما سألها شريح رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وكان يستاك بعود الأراك. يحصل السواك بكل عود من الخشب يمكن تنظيف الفم به مما يتحقق، وأشهر ذلك عود الأراك المستعمل اليوم في عامة ما يستعمله الناس من السواك، فإنه أطيب لتنظيف الفم وأنقى، وله أيضا كثير من الفوائد التي أثبت الطب اليوم أثرها في عناية صحة الفم والأسنان، الأسنان واللثة واللسان وسائر باطن الفم وغشاوته، فإن عود الأراك نافع جدا فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمله رطبا ويابسا، والرطب أطيب وأنفع لمستعمله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يكثر التطيب ويحب الطيب. لأنه طيب صلى الله عليه وسلم، طيب الظاهر والباطن، أحب الطيب، وعلمنا كيف نحب الطيب باستعماله والعناية باقتنائه وبقبوله عند إهدائه. كان عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب كما لا يرد اللبن ولا الوسادة، وقال: ثلاث لا ترد. وذكر من هديه عليه الصلاة والسلام حبه للطيب صراحة، فقال كما ثبت عند أحمد والنسائي والحاكم، قال: حبب إلي من الدنيا، أو في لفظ من دنياكم، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فصرح بحبه للطيب وللنساء مما هو من أمور الدنيا،
أما قرة عينه التي لا يبلغها شيء من المحبوبات فالصلاة وهي صلته بربه وخالقه جل وعلا. يكثر التطيب ويحب الطيب، يكثر من استعماله حتى إذا أتى للإحرام، ومن محظورات الإحرام استعمال الطيب، يتطيب قبل إحرامه حتى يرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني استعمالا كثيرا، فإن المسك إذا جعل على الوجه أو على الرأس يبدو له أثر لكن لا يلمع لمعانا، فيبدو وبيص المسك في مفارقه إلا إذا استعمل قدرا كبيرا فبقي في رأسه منه بقية، لأنه محرم وسيمضي إلى مكة أياما، فيستطيب صلى الله عليه وسلم بقاء رائحة الطيب مدة أطول. هو لا يتطيب عند الإحرام لكنه يستكثر من الطيب قبيل الإحرام. وإذا تحلل من إحرامه وأتى البيت الحرام، كانت عائشة رضي الله عنها تحرص على تطيبه عليه الصلاة والسلام، كما قالت: كنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فينزل البيت الحرام متطيبا صلى الله عليه وسلم. ثم علمنا أن من أتى الجمعة وتنظف واغتسل ومس من طيب بيته فإن هذه من مجامع الأجر لمن يأتي الجمعة ويبكر إليها، فذكر الطيب صلى الله عليه وآله وسلم. والجملة كلها تدل على عناية المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام بأمر الطيب واستعماله وحث الأمة عليه. فانظروا يا كرام، كم أكرمنا الله بشريعة الإسلام التي تؤدبنا وتهذب طباعنا وأخلاقنا وعاداتنا، فلو لم يكن في هذه الشريعة إلا هذه الكمالات الظاهرة، العناية بمظهر أحدنا، بلباسه، بشعره، بلحيته، بطيبه، بفمه وأسنانه، ماذا بقي؟ هذا دين يجمع بين هيئة الإنسان وحياته وطيب نفسه وبين عبادته وعقيدته واتصاله بخالقه، ليس إلا دينا عظيما ربانيا أراد الله عز وجل به أن يكون لأهله كمالا وعزا في الدنيا وشرفا ونجاة وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام. أحسن الله إليكم. قال: وذكر عنه أنه كان يطلي بالنورة. أورد هذه الجملة اختصارا لأنه سيأتي إليها رحمه الله تعالى لاحقا في كتابه. كان يطلي بالنورة، طلاء الجسد أو بعض أجزاء الجسد بمادة النورة المزيلة للشعر، وهي كما يقول المعاصرون اليوم هذه المادة هي مركبات كيميائية من الكالسيوم والزرنيخ أو بعض المركبات التي يكون من أثرها إسقاط الشعر، فيدهن بهذه المادة المكان الذي يراد إزالة الشعر منه كالإبط مثلا أو العانة أو شعر الذراعين والساقين بالنسبة للنساء مثلا، فإذا دهن به المكان يترك قليلا ثم يغسل بالماء فينزل الشعر معه. واليوم في كثير من المستحضرات الطبية والصيدلانية لها بدائل عدة تفعل ذلك الفعل، كان في ذلك الزمن معروفا بالنورة واستعمالها يكون لأجل إزالة الشعر. فإذا ذكر في السنة والروايات أو في كلام الفقهاء الأوائل ذكر النورة واستعمالها، فإنهم يتكلمون عنها عادة في حلق العانة ونتف الإبط، وأن استعمال النورة فيه أيضا مما يصح شرعا لأنه يتحقق به المقصود من إزالة الشعر. وهذه المادة مع إزالتها للشعر فيها أثر طيب للجلد، خصوصا مع حساسيته في تلك المناطق التي جاءت الشريعة بالحث على إزالة الشعر، كما تقدم ونتف الإبط وحلق العانة في خصال الفطرة. قول المصنف: وذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يطلي بالنورة، هل ثبت أن نبينا عليه الصلاة والسلام استعمل النورة في إزالة الشعر؟ في بعض الروايات التي ستأتي لاحقا وأشار إليها اختصارا بصيغة البناء للمجهول المشعر بالتضعيف وذكر. وقد أخرج ابن ماجه وغيره هذا الحديث: كان عليه الصلاة والسلام إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. يعني كان إذا استعمل النورة لإزالة الشعر بدأ
فبدأ بالعانة بإزالة شعر العورة بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأما بقية جسده كالإبط وغيره كان يأذن لأهله بأن يتولوا هذا الأمر، بأن يعينوه في إزالة شعره، وهذا معنى قوله وسائر جسده أهله، يعني أهله وزوجه يتولى طلاء جسده بالنورة في غير العورة التي كان يختص صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه كلام، وعامة أهل العلم على تضعيفه لأمور سيأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال: وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين وكل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. كان عليه الصلاة والسلام وفير الشعر كما تقدم، ووفرة الشعر تحتاج إلى عناية، ولهذا فإن مما ثبت في سنته العادية والجبلية وفرة شعره عليه الصلاة والسلام. فلو قيل هل إطالة الشعر اليوم من السنة؟ الجواب إنه ليس من السنن العبادية التي يقال إن في فعلها ثواب كالسواك مثلا، لا، بل هو مما اتفق من صنيعه عليه الصلاة والسلام موافقة لما جرت عليه عادة العرب في توفير الشعر وإطالته. فأطال عليه الصلاة والسلام شعره حتى كان وفرة ولمة وجمة عليه الصلاة والسلام. فإذا طال الشعر احتاج إلى عناية، ومن العناية به تسريحه، وتسريحه إذا كثر مع قلة أدوات النظافة ولم تكن هناك المنظفات كالصابون وغسول الرأس ونحوه لم يكن متوفرا، فكانوا يستعيضون عن ذلك بالدهن والزيت. فاستعمال الدهن يلطب الشعر ويلينه ويفكك تعقده وتداخله كذلك. فكان يعتني بترجيل شعره عليه الصلاة والسلام وبتسريحه، ليس على سبيل الاشتغال لكن غبا يوما بعد يوم. فإذا طال الشعر احتاج أيضا إلى عناية وتسريح. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله: هل إطالة الشعر سنة؟ قال: هو سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه، يعني لو نقوى على العناية بالهدي النبوي وتطبيقه لفعلناه، لما عرف من الإمام أحمد رحمه الله من شدة عنايته بتطبيق السنن ولو في غير أبواب العبادات. وقد ثبت عنه رحمه الله أنه اشترى جارية وسماها ريحانة، رغبة في أن يكون له في بيته جارية كجارية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسماها ريحانة ليتوافق اسمها مع اسم جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول: تعالي يا ريحانة، خذي يا ريحانة، فيعيش يوما من حياته فيه شبه بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا كيف كان يسرح شعره عليه الصلاة والسلام مع ما تصورت من طول شعره الذي يبلغ المنكب أحيانا أو شحمة الأذن. هذه الوفرة تحتاج إلى عناية، فالشعر يطول وربما كان من جوانبه ومن مقدمة رأسه. قال: كان يسدل شعره ثم فرقه. السدل أن يجعل الشعر كله من ورائه فيكون مسدولا خلفه يجمعه، فإذا مشطه رده إلى الخلف. وأما الفرق فأن يفرق شعره فرقتين من المنتصف، فيجعل كل جهة مجموعة ذؤابة تجمع إلى بعضها، فتكون ذؤابة ذات اليمين وذؤابة ذات اليسار. فعل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفعل هذا لكنه في وقتين مختلفين. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، يعني في بداية الإسلام أي شيء لم ينزل عليه فيه وحي كان يحب فيه موافقة أهل الكتاب، يعني يوافق أهل الكتاب ويخالف الوثنيين العرب. لما؟ لأن أهل الكتاب أهل دين سماوي، فهم أقرب إلى الإسلام من الوثنية، ولعل ما يكون عندهم فيه بقايا من الوحي ومن الدين فهم أقرب إلى الحق. يقول رضي الله عنه: وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، يعني يجعلونه وراءهم ولا يفرقونه، فكان يحب مشابهتهم فسدل. قال: وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي عليه الصلاة والسلام ناصيته، يعني وافق أهل الكتاب
فاستعمل السدل أولا، قال ثم فرقه، فلماذا عاد إلى الفرق؟ لماذا عاد إلى الفرق وهو يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه؟ اختار موافقة أهل الكتاب كما قلنا لأنهم على بقية من دين سماوي، وبعض ما عندهم قد يكون فيه أثارة من وحي ودين، لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام ذلك، يعني إنما عمل استدل موافقة لأهل الكتاب، فلعله كان مما وافق فيه بقايا دينهم. لكنه في آخر حياته لما دخل العرب في الإسلام فرق شعره، لأنه لم يعد تشبههم بالوثنيين، فقد أسلموا ودخلوا في الإسلام، فعاد ففرق صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني على طريقة العرب التي كانت تعملها، فوافق عادة القوم التي تخلى عنها أولا لأجل عدم التشبه. وهذا ملمح مهم يا كرام، تقدم ذكره قبل قليل في مسألة القزع. العناية بالهيئة والمظهر هو اعتزاز بهوية المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يختلف في شأنه كثيرا أن يفرق رأسه أو يسدله، لكنها لما جاءت إلى مسألة أن ينظر إلى هيئة الإنسان فيرى فيه للوهلة الأولى أن شعره وهيئته أشبه بأهل الكتاب أو أشبه بالوثنيين، قرر عليه الصلاة والسلام أن يكون بأهل الكتاب أشبه به من الوثنيين. هي هوية يا كرام. واليوم إذا لبس أبناؤنا وبناتنا، فتياننا وفتياتنا، بل كبارنا وصغارنا، إذا لبسوا لباساً أو تهيأوا بهيئة أو تزيأ أحدهم بزي فيه للوهلة الأولى من النظرة شيء ما يدل على غير عقيدة المسلم وغير أخلاق المسلمين، خصوصاً إذا اتصل الأمر بشذاذ البشر، بأصحاب الانحراف عن الفطر، بالمنتكسين فطرياً وأخلاقياً، بالبعيدين أصلاً عن باب الديانة جملة وتفصيلاً، الذين ليس لهم في هذه الدنيا شيء يعرفون به إلا الفسق والفجور والإلحاد والانحراف وكل الفواحش والآثام. فإذا أصبحت تلك سمة وعلامة وأمارة بأن يرى هيئة ما أو لون ما أو شكل ما، فإنها إذا أضحت أمارة وعلامة يعرف بها طائفة أو فئة أو شخص ما فيه كل ذلك السوء، فلا والله لا تردد في شريعة الإسلام أن التشبه به منهي عنه شرعا، وهو الذي جاءت الشريعة بذمه والنهي عنه، لا مطلق التشبه مع القوم في الطعام والشراب وعموم الهيئات، لا، إنما التشبه الذي فيه انتساب، الذي فيه تميز، الذي فيه شيء من الظهور والبروز يرمز إلى عقيدة أو انحراف أو سلوك مشين يرفضه الإسلام ويحرمه. واليوم عمت البلوى بهذا الشذوذ والانحراف الذي أصبح كالطوفان الجارف دخل البيوت والمجتمعات المسلمة، فما سلم منه بلد، وأصبح الشباب فتياناً وفتيات لهم تعلق كبير بذلك، وتعلقت به الأبصار، وما تعلقت به البصر تعلق بالقلب ولا بد. فإذا تعلق بالقلب أثمر شيئا من الانقياد إليه والتشبه به والسلوك في مسالكه وإتيان خطواته. وها هنا نتعلم كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان في مسألة تسريح الشعر، لاحظ معي، هذا ليس دينا ولا عبادة تؤدى بمفرق الشعر أو سدله، لكنها كما قلت لك هوية ومظهر واعتزاز، من أنت وإلى أي دين تنتمي، وما الخلق الكريم الذي رباك عليه دينك، وما السلوك الذي وجهك إليه، هو الذي يظهر من هيئتك ومخبرك كما يظهر من ألفاظك ومنطقك وعباراتك. ألست تعرف الرجل والمرأة بلسانه إذا تكلم، وأنت لم تخبره ولم تجاوره ولم تصاهره، لكن جلسة في 5 دقائق تكلم فيها معك، فسمعت من ألفاظه وعباراته ما يسعك أن تقول إنه مهذب كريم الخلق مثقف عالي الأدب إلى آخره، أو تقول العكس تماما. إذا كان لسان الإنسان يخبر عن رصيده من الخلق والكرامة والأدب، فإن مظهره وهيئته أدل على ذلك من لسانه إذا تكلم، فلما التساهل في شأن اللباس والهيئات؟ هذه خصال الفطرة التي تكلمنا في حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما، هي أمور من الفطر، أمور يعني من البدهيات،
هل يوجد إنسان لا يعتني بنظافة جسمه؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن الإمام ابن العربي المالكي في مسألة حكم خصال الفطرة، يقول: ذهب ابن العربي إلى القول بوجوب جميع خصال الفطرة التي سمعت: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب وعفاء اللحية والسواك، قال: ذهب إلى وجوب جميع خصال الفطرة. قال يقول ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرء اسمع، يقول: فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ يقول: هو ما عاد هو آدمي، فكيف تعتبره مسلما إذا كان لا يعتني بخصال الفطرة؟ كذا قال في شرح الموطأ. وتعقبه أبو شامة بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهي النظافة وتحتاج إلى ورود لا تحتاج إلى أمر لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاء بدواعي الأنفس، فمجرد الندب إليها كاف. يعني الخلاف بين العلماء، هل يتعلق الوجوب بهذه الخصال أم هي على الاستحباب، أم أصلها الاستحباب ومرتقى إلى الوجوب فبدليل خارجي؟ كل ذلك محل لكلام الفقهاء. والمقصود أن خصال الفطرة والعناية بها ليس من فضول القول وليس من الكمالات التي يندب إليها الناس، هي فطرة. يعني هذا أقوى من أن تقول هي مستحبة أو واجبة. إذا قلت لك إن فعل هذا سنة تؤجر عليه فإن هذا ينزعك إلى الحرص عليه، فكيف إذا قلت لك إن كنت آدميا فافعل هذا؟ يقول: عشر من الفطرة. يقول: إن كنتم بشر، إن كنتم آدميين، فهذه من الفطرة التي خلقتم عليها. فلا والله لا يتنكب عنها إلا من في فطرته انحراف أو نقص أو خلل. واليوم تجاوزنا انحراف الفطر في المظاهر والهيئات إلى ما هو أشأم وأشد، إلى انتكاس الفطر في البعد عن الاستواء، عن العفة، إلى الانغماس في وحل الرذيلة، إلى الشذوذ، إلى أن يتزاوج الرجال بالرجال والنسوان بالنسوان. هل انتكاس للفطر أشد مسخا من هذا؟ هي خطوات للشيطان. فلما جنح بهم في خصال الفطرة المعنية بالهيئة والمظهر تدرج بهم حتى وقعوا فيما وصلوا إليه. أما إنه ليس بعد الكفر ذنب، ومن انتكست فطرته في توحيد الله فكفر به، ومن جحد حق الله فلم يؤمن به هو على سبيل الغواية والضلالة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا كان ليس من ملامة ولا عتب على ملل الكفر على اختلاف أنواعها، إذا انغمست في تلك المستنقعات وغرقت في أوحال الرذيلة، فإن الشأن كله في أمة الإسلام التي باتت تتلقف كل شيء يأتيها، وأصبح كل ما هب ودب وما يفيد إليها وما يدخل إلى إعلامها أو تعليمها أو مجتمعاتها أو ما يفيد إليها لا تميز فيه بين ما يقبل وما لا يقبل، بين ما هو من أمور الحياة العامة وتطوراتها ومواكبة العصر والإفادة مما سبق فيه القوم فذاك مطلب، وبين ما يقدح في هوية المسلم أو يخدش في فطرته أو يأخذها نحو الانحراف إلى الهاوية. فحذاري، هذه القضايا ليست شكلية. لا يقول أن أحد الإسلام قشر ولباب، والحديث عن اللحية وقص الشارب وحلق الرأس والقزع كل ذلك من القشور. لا قشور في الإسلام، الإسلام دين واحد لكنه مراتب يرتقي فيها الإسلام بأهله من الأصل وهو التوحيد إلى منتهى الكماليات وهو العناية بالهيئة والمظهر واللباس. فهذه ليست فضلة، ليست قشورا، ليست أمورا جانبية ولا هامشية، هي من صلب الإسلام لكنه أجزاء ومراتب، والعناية بها جزء من عنايتنا بديننا. فحرصنا عليها يا كرام، وتواصينا بها، ودعوتنا إليها، ورفع أصواتنا في آذان الآباء والأمهات والمربين والمعلمين وسائر القائمين على شأن تربية الجيل، أن العناية بهذا المسلك تأصيل للفطر السوية في نفوس الناشئة، بحيث يستنكف أحدهم أن يرى شيئا من مظاهر الانحراف الفطري حتى لو كانت هيئة في الشعر ينقبض منها قلبه فلا يحبه، حتى إذا كانت لباسا فيه شيء من مظاهر الخلاعة والمجون والقحة ينقبض منها فؤاده وينصرف عنها بصره. متى أبصرت أطفالا وفتيانا وشبابا
من أبناء المسلمين وبناتهم تأنف نفوسهم تلك المظاهر المقززة من الانحراف، بدءا من الشكل والهيئة والشعر، وانتهاءا بذلك الفجور والفسق والآثام. فإذا انقبضت قلوب ناشئة فاعلم أنها قلوب نشأت والله على فطر سوية تأصلت فيها واعتنى بها الآباء والأمهات، حتى أصبحت تلك النفوس على الفطرة لا تقبل إلا النقي، إلا الصافي، إلا الأبيض العفيف. وما عدا ذلك مما تكدر أو انحرف أو تمزقت فيه صورة الفطرة البشرية وبدأت تميل نحو البهيمية والخروج عن الآدمية إلى الحيوانية، فلا والله كل ذلك مما انحرف فيه القوم جراء استجابتهم لما أخذهم إليه الشيطان من الانحراف عن الفطرة في أصلها إلى فروعها ومظاهرها. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولم يدخل حماما قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث. لم يدخل حماما قط، إذن فأين كان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس المقصود بالحمام قضاء الحاجة، المقصود بالحمام المغتسل الذي يغسل فيه الجسد بالماء المسخن الذي يسمى اليوم حمام البخار ونحوها من الأسماء التي يقصدها صاحبها لتنظيف جسمه. فحمامات الاغتسال بالماء الساخن أو ببخار الماء المتصاعد من الماء بعد غليانه لم تكن معروفة عند العرب وليست بأرضهم، إنما عرفت بعد الفتوحات في بلاد الشام وما والاها، فعرفها الصحابة وحصل فيها بعض ما قرره بعضهم إقرارا أو إنكارا، ذلك أنها مغتسلات يدخلها الداخل لقصد الاغتسال. وربما تساهل بعض العوام في شأن اللباس وكشف العورات فوقع ذم بعض السلف لها، فليس يثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بشأن دخول الحمامات، وما يروى فيها من إنكار أو وعيد أو ذم، كمثل قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، حديث لا يصح ولا يثبت. وأمثاله من الأحاديث، ذلك أن الحمامات لم تكن معروفة، قال: ولم يدخل حماما قط، بل قال: ولعله ما رآه بعينه، ما أدركه عليه الصلاة والسلام. بل أئمة الإسلام الأوائل المتقدمون لم يكن لهم كلام في شأنها، لأنهم أيضا ما أدركوها ولا عرفوها، وبعضهم ما وقف عليه وما يتعلق بشأنها. فإذا سلمت من المحذورات والإشكالات الشرعية فهي من المباحات التي يستعملها الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في كل عين. يقول عليه الصلاة والسلام: وخير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة، يعني الإناء الصغير الذي يجمع فيه الكحل، هو من الأدوات والآنية الصغيرة، يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، يعني في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا. والحديث خرجه الترمذي في سننه وفي الشمائل، وأشار إلى ضعفه قال: حديث حسن غريب، وضعفه كثير من المحدثين، فلا يثبت الاكتحال كل ليلة، بل ثبت اكتحاله في الجملة صلى الله عليه وسلم. ذكر الاكتحال لأنه جزء أيضا من العناية بالمظهر والعناية بالجمال، فإن الاكتحال نوع من التزين المباح للرجال كما هو للنساء، وسواء استعمل فيه الإثمد أو غيره من أنواع الكحل، لكن الإثمد أطيب للعين وأنقى لها وأطيب لها من ناحية موافقتها لماء العين وعدم تضررها أو تأذيها به. ذكر الاكتحال كما ذكر رحمه الله الطيبة وتسريح الشعر وباقي الخصال التي ما يزال في الفصل منها بقية نأتي عليها تباعا في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى. هذا دينكم يا كرام عظمة وكمال وسمو وشرف لأصحابه ولأهله، هذا دينكم الذي حبان الله تعالى به يدعون إلى المكارم وإلى الكمالات، فالتمسك به شرف وعز واستقامة ومحافظة على الفطر التي خلق الإنسان عليها. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام
الذي أكرمنا الله ببعثته وهدانا برسالته وجعلنا من أمته، إذ يفرح كل مسلم ويعتز ويشرف بالانتساب إلى أمته، فإن أمارة ذلك الحب والشرف والكرامة الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لأكرم الأخلاق جاء متمما يدعو لأحسنها ويمحو المنكر، صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا. فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم على إمام الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخوتنا المسلمين في كل مكان، وارحم ضعفاءهم يا حي يا قيوم رحمة واسعة. اللهم ارحم المنكوبين والمظلومين والمضطهدين. اللهم ارحم إخوتنا المصابين بالبراكين والفيضانات والزلازل يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واجبر كسرهم وأعلي قدرهم وارفع درجاتهم وعوضهم خيرا وأخلف عليهم بخير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.